عليكم، كيف دايرين؟ لاباس بخير. باقي المكملين كيف ما كتشوفوا في الحلقات ديال الفحم او الحلقات ديال الفاخر ديالنا. اليوم ان شاء الله قررت ندير لكم جوج الوصفات اللي كيجيو واعرين او غزالين او زوينين بزاف. اليوم غنديروا حوته. حوته ماشي حوته اللي هو الحوت، لا يعني سمكه. حوته يعني بالمغربي سمكه. غنديروا حوته غنتبلوها زوين بزاف. هذا غنوريكم كيفاش، او هوريكم هنتبل، سوري عشان برضو الناس كلها تفهمني. هنعمل سمكه مشويه على الفحم، وهنعمل معاها المخنفر او خبز المخنفر. خليكم معنا، نمشيو الفاصل ونرجعوا لكم دغيا دغيا. خليكم معنا. رجعنا لكم من الفاصل مع اول وصفه. هو المفروض انا احط السمك الاول، بس خلوني اعمل لكم العجينه عشان نسيبها تتخمر شويه وبعدين نروح للسمك. طيب هنحتاج العجينه بتاعت خبز مخنفر. الخبز ده اساسا عايزه اقول لكم لازم تعملوه، سريع جدا، خفيف جدا، حلو جدا، ما بيتشبعش منه، بيتاكل بطريقه مع كل حاجه، ينفع ناكله مع كل حاجه، في الفطار، في الغداء، في العشاء، زي ما تحبوا. طيب هنحتاج فيه ايه؟ هنحتاج فيه كوبايتين ميه، تبقى ميه دافيه مايله للسخونه، كوبايه دقيق، كوبايه سميد اللي هو دقيق الفينو كنقولوا ليه في المغرب، السميده الرقيقه، بيضه، معلقه خميره جافه تكون كبيره، معلقتين سكر صغير، معلقه ملح كبيره، و70 جرام بيكنج باودر او اللي هو الكيس بتاع البيكنج باودر. طيب هنحط المكونات كلها على بعضها. الكوبايه قيسوا بالكوبايه، يعني لو هنقيس بالكوبايه بتاعه الشاي يبقى تمام، حلو جدا. لو هنقيس باي كوبايه تانية هنعملها تبقى يعني حاجه قريبه لكوبايه الشاي، يعني نفس المقاس بتاع السميد، كوبايه سميد، كوبايه دقيق، دقيق يبقى متغربل او منخول، وكوبايتين ميه دافيين. هناخد بيضه، معلقة كبيرة من الخميرة الجافة، 70 جرام بيكنج باودر، معلقتين صغيرين من السكر، معلقة كبيرة ملح، وهيبقى عندنا خبز مخنفر واجد. طيب هنضربه في الخلاط. طيب اضربه، اتاكد انه ما فيهوش كلاكيع خالص، ما بقاش فيه اللي هي الكور اللي بيعملها للدقيق تماما، ونحطه في بوله. هنغطيه وهنسيبه شويه حلوين عشان يتخمر معايا، مش كتير يعني، هنسيبه حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. هنغطيه ونسيبه في حته كده دافيه وخلاص. يعني على نفس الموضوع هقول لكم برده على درجه حراره الغرفه، لا اقل ولا اكتر. هسيبه انا، خليني اخليه على جنب ونروح للحوته ديالنا. الحوته بتاعتنا اهي، انا هنا واخده انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. هو السمك ده اسمه لوت، انتوا تقدروا تستعملوا نوع السمك اللي انتوا عايزينه. كل سمك يمشي في التتبيله اللي انا هديها لكم دي. هنحتاج فيها ايه؟ ملح خشن، بشر ليمون، بشر ليمون او اللي هو الحامض، ليمون اداليا، زعفران، الزعفران بلدي، فلفل اسود، جنزبيل ناعم، جنزبيل ناعم مش جنزبيل فريش، والكزبره الناشفه، كمون، فلفل بابريكا، وروز ماري اللي هو اكليل الجبل ناشف طبعا. طيب وزيت زيتون. طيب هاخد هنا بوله زغنطوطه هعمل فيها التتبيله بتاعتي. هحط شوية زيت زيتون ونعمل التوابل بتاعتي. المقادير بالظبط هتلاقوها موجودة عندكم على الشاشة. أنا هنا حطيت فلفل بابريكا، كزبرة ناشفة، خليني أجيبها هنا عشان تبقوا معايا، كزبرة ناشفة، جنزبيل، زي ما قلت لكم إحنا الشوي يعني في ناس كتيرة قوي أو في أقاويل كتيرة قوي بتقول انه مضر بالصحة وانه الموضوع ما ينفعش، يعني صعب. احنا النهاردة احنا شوينا اللحمة وكلمنا عنها وقلنا ايه الحاجات اللي هنعملها عشان نقي نفسنا من الموضوع او من الضرر اللي هيبقى ناتج عن الشوي.
ده واحد من الأسباب اللي بتقينا من الضرر بتاع الشوي. الروزماري سبحان الله يعني ربنا خلقه كده، لما بيتأكسد يعني مع لو نزل على الفحم أو لو في دهون واتفر، أنا كان في دهون أو في صوص ونزل على الفحم، فبالتالي لما بيتأكسد ما بيبقاش سموم، يعني الدخان اللي بيطلع لنا ما بيبقاش سموم، بيبقى صالح للأكل يعني ينفع نعمله. أنا هنا عاملة ملح خشن، طبعا ملح خشن بيبقى عايزه اقول لكم حلو جدا قوي مع السمك عامه، السمك اللي احنا بنعمله يعني اللي هنشويه او الحوت اللي كنشويه كيجي معاه زوين بزاف، انه بيدي فيه طعم اللي هو تحس كانك في البحر عامه يعني، ما عادش بحسها كده بس بيبقى حلو قوي. ما نكترش منه قوي، نخليه على جنب ونخلط التتبيله بتاعتنا. زي ما قلت لكم سمك ما بنحتاجش اننا نحط الفويل اللي هو العازل اللي احنا قلنا قبل كده، قلنا لو لحوم بنحط عازل، لا احنا السمك ما بنحطش عازل لان السمك ما فيهوش نسبه دهون كتيره، يعني في حاجات بسيطه جدا وتعتبر تكون مش موجوده. هبتدي اتبل فيه، اكون طبعا منضفه السمك كويس جدا، ملح خل ليمون الطبيعي بتاعنا، اخد التتبيله دي وابتدي اتبلها. عايزه اقول لكم بيبقى طعمه هايل وهو مشوي، طبعا في المغرب على البحر بتلاقي الناس بتشوي، في ناس هي دي شغلتهم بيجيبوا السمك بيصطادوه فريش خالص ويجيبوه ويبتدوا يشووا قدامك يعني وانت قاعد كده بيشوا. بصراحة عايزة أقول لكم وهم حياة تانية خالص، سمك طالع فريش طعمه ريحته ريحة البحر، بيبقى الموضوع حلو جدا. خليني أتبلها بس كويس، أتأكد إنها اتبلت كلها معايا، بس خدوا بالكم وانتوا بتعملوها عشان الشوك ما تعوروش نفسكم. بصوا المفروض نتبلها قبل بساعتين زي ما احنا اتفقنا، ايا كان اسماك فراخ لحوم اي انواع دواجن عامه يعني بط حمام سمان اي حاجه احنا عايزينها نتبلها قبليها بساعتين. بسم الله ونشوي السمكه بتاعتنا. هشيل انا الحاجات دي من هنا وهروح فاصل، تكون السمكه بتاعتي استوت او تشوات ونرجع ليكم باش نشوفوا خبز المخنفر تكون الخميره تاهي تخمرات او الخميره بتاعتنا يعني تخمر بما فيه كفايه، واوريكم هنزينها بايه. خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل، طبعا السمك عامل شغل عايزه اقول لكم في الاستوديو، ريحه فظيعه جدا جدا جدا. السمكه بتاعتي تعتبر استوت، انا هنا جنبها حطيت طاسه للخميره بتاع او للعجينه اللي اتخمرت بتاعتنا، سبناها زي ما قلنا تلت ساعه، من ربع ساعه لتلت ساعه. بصوا بتبقى عامله ازاي اهي، هنقلبها تقليبه بسيطه ونزلت من هنا ونحطها نديروا المخنفر على الفاخر، يعني زي يعني وصفات جدودنا او من مطبخ جدودنا من مطبخ جدك ما كيف ما كنقولوا، دايرين وصفه من مطبخ جده. هناخد صينيه، صينيه دهناها بشويه زيت بسيط، ناخد ونديروا المخنفر ديالنا او خبز الماوي كيف ما كنقولوا بالشكل ده. زي ما قلنا هو بيبقى زي البانكيك زي الكريب، بيبقى بين البنين. انا خليني اخدها على جنب هنا واقوم عامله ايه، عايزه اجيب المخنفر بتاعي اللي انا مجهزاه، طبعا احطه هنا ونجهز برضو البلانشة اللي هنعمل فيها السمكة بتاعتنا. هسيبه يستوي على مهله وهيقعد له في البوتاجاز يعني شوية كده ونزين احنا البلانشة. انا هنا اخترت بروكلي وقرنبيط طبعا وطماطم شاري، طماطم شاري وشرايح فلفل احمر واخضر، وممكن تضيفوا الاصفر لو انتوا عايزين زي ما انتوا حابين او زي ما تفضلوا وزي ما تبقوا عايزين، حرية شخصية. لسه اهم حاجة ما ننساش المخنفر ديالنا، يعني الخبز ده لازم ناخد بالنا منه
وهو بيتعمل، اول ما نحس انه نشف هينشف معانا تماما، يبتدي يخرم كانه زي فطاير البغرير، يبتدي حاجه بسيطه جدا ونقوم تك قلبينه على طول. انا هنا طبعا المفروض الفحم دايما السوى بتاعه بنقعد نلف الحاجه. عايزه اشوف السمكه بتاعتي عشان ما تتحرقش مننا. يا بسم الله، يعني هنحاول نجيب السمكه انه تعتبر بسم الله. لا يبقى عايزه اعملها بالراحه عشان ما تفكش مني، لان السمك بيستوي بسرعه جدا. بصوا بقى، عرفت اشيلها؟ تبارك الله. احنا طبعا عشان شوي وده فحم، فاعذروني بالراحه. عايزه اقول لكم السخونيه كمان منعاني اني اتحكم في الموضوع. طبعا زي ما انتم شايفين احنا سويناها كويس جدا عشان تبقى بتدوب زي ما احنا بنقول في البق. خلوني اقلب خبز الماوي. يلا فاضل له حاجه بسيطه برضو هو كمان، ويبقى معانا العيش بتاعنا تمام. خلوني اكمل السمكه بتاعتي. يعني شوفوا، عايزه اقول لكم بتبقى هي يعني مش مستويه، بتبقى يعني لو كلناها، انا نفسي اكل منها دلوقتي. لو كلناها على طول هتلاقيها معاكم بتدوب في البق زي ما احنا بنقول، فهتبقى تعجبكم، هتنبسطوا بيها. اوكي هنعملها بالشكل ده، نقعد نزين هنا قرنبيط بروكلي. القرنبيط والبروكلي مسلوقين عندي في ميه مملحه عشان بس ما نعملش البروكلي كده اخضر والقرنبيط اخضر، لا سلقاهم في ميه مملحه وحطاهم في ميه ساقعه عشان يحافظ على لونه. القرنبيط او الشفرول انا عاملاه ازاي؟ عاملاه مسلوق في ميه مملحه مع شويه كمون وشويه، خلوني اعمل كده، شويه كمون وشويه كمان سلايز ليمون. اوكي عايزه اقول لكم العيش فاضل له يعني دقيقتين ثلاثه هيبقى حلو جدا. هاخد الفلفل ونزين بيه، عايزين نزينه بسلايز ليمون كمان، تحطوا عليها سلايز ليمون من فوق عادي هينفع برضو، على قد ما انتوا عايزين الفلفل. هاخد هنا كام شريط نتورهم كده. جربوا الطريقة بتاعت سمك أو تتبيلة بتاعت السمك ده، حتى لو مش يعني ما عندكمش القدرة إنكم تعملوا الفحم أو مكسلين زي ناس كتير قوي ما بتكسل، فلا نعمل التتبيلة دي وندخلها الفرن، هتبقى معانا برضو سمكة مشوية حلو جدا. لسه هنزينها كمان فلفل أخضر، هتبقى حلوة معاكم. وقبل ما تقدموها عصرة ليمون، بس ليمون أضاليا مش الليمون العادي، عصرة ليمون، وهتبقى معاكم سمكة زي الفل. شوية فلفل هنا، يفضل لي ايه؟ هتفضل لي بس الطماطم الشيري. هوريكم كمان هعمل فيها حاجة بعد ما اخلصها اهو. ناخد طماطم، يعني كم حبة طماطم كده، ونطور الطماطم بتاعتنا حبات بسيطة خالص، نعملها بالشكل ده. واشوف الخبز بتاعنا، معلش. اوكي وهو خبز الماوي واجد معاكم تهوى، بس هحط عليه ايه؟ هحط عليه، خلوني احط عليه مربع زبده بالشكل ده. عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا، بيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى خفيف جدا. مغرب طبعا احنا عندنا ما فيش بيت بيخلى من الحاجات دي، فاتمنى انكم تجربوا. انا هنا ده سبراي حاطه فيه زيت زيتون، هرش بسيط قبل ما اقدمها، وانتوا قبل ما تاكلوها على طول ليمون وبصحة والراحة، وتكون معاكم الحوتة ديالكم،
وجدة للأكل. عايزة أقول لكم جربوا الأكلة دي هتعجبكم جدا إن شاء الله، تبقى معاكم حلوة. وأنا هنا عشان مش مكترة ملح فرشة بسيطة، الملح الخشن مش الملح العادي. خبز الماوي والحوت ديالنا، خليني بسم الله هكا. الحوتة ديالنا ها هي كتكون بهاد الشكل هذا، وعايزة أحط ده كده، وخبز الماوي أو المخنفر بالشكل ده. بالصحة والراحة، ونتمنى يا ربي تكون وصفات اليوم عجباتكم. قدمنا حوتة مشوية في الفاخر كيف ما وعدتكم، الحلقات ديال الفاخر أو الحلقات ديال الفحم، وقدمنا أيضا معاه الخبز ديال الماوي أو خبز المخنفر اللي كيجي شهي وطري ولذيذ بزاف. بالصحة والراحة، الحلقة جاية إن شاء الله في حلقة الفاخر برضو، خليكم معنا.